أماكن صنعت ذاكرتنا في الدراما السورية. ما بكفي نحكي عن الأبطال والممثلين والكتاب والمخرجين، لازم نحكي عن لوكيشنات التصوير. أحلى بيت هو بيت أحلام كبيرة والفصول الأربعة، ما في حدا من سوريا ما بيعرف إنه هذا البيت يرمز إلى بيت العيلة وبيمثل كل شرائح المجتمع السوري. لازم ينعمل له مزاد خاص مثل لوكيشن فريندز مثلا، هيك تصير بعدين للتاريخ. وطبعا ما بدنا ننسى تميز قرية السمرة اللي صارت معلم سياحي، طبعا هي كانت لكن زادت شهرتها بعد مسلسل ضيعة ضايعة. وبيت أسعد وجودي كمان صاروا أبطال مثلهم مثل الشخصيات، بالإضافة لأزقة وشوارع الشام القديمة وسكة القطار المهجورة عند الربوة بمنطقة الكيوان وشارع قاسيون. شو شارع هاي؟ وفي بيوت تم تصوير فيها مسلسل واحد وحرموا أهلها إنه يعيدوا التصوير مرة تانية مثل الفصول الأربعة، أو في بيوت صارت لوكيشنات تصوير كأنها استوديو، لدرجة صاحب البيت صار بيتدخل باللقطة قد بيعرف يخرج يعني. والله. وبيت عائلة بثينة بزمن العار بحي المهاجرين، وحتى المنطقة اللي تم تصوير فيها مسلسل الانتظار بالكباس وبالعشوائيات. وبالرغم من انه هي اللوكيشنات اقتصرت على منطقة دمشق وضواحيها بمعظم الاوقات، لكن صنعت وحفرت ذاكرة الشعب السوري كاملا. شو اكتر بيت حبيتوه بالمسلسلات؟ وذكرونا بالتعليقات اذا في بيوت ما بعرفها.